لو في حاجة أنا عملتها مش عارف أقولها لأبونا، مينفعش أقولها، والحاجة دي بطلت أعملها من زمان. هقول لكم حل بسيط جدا. ورقة زي كده صغيرة، وأكتب فيها العملة السوداء اللي أنا عملتها وأطبقها، وأجي أديها لأبونا في حجره، أقول له يا أبونا لو سمحت اقراها بعد ما أمشي. واخد ديلي في اسناني جرد بس كده خلصت. ابونا هيقراها يقول هو طب خايف ليه ومكسوف ليه، ما كلنا بنغلط. تاني مره تقابله انت وشك في الارض، ياخدك في حضنه يقول لك ما تكسفش ما تخافش كلنا بنغلط، الله يحلك، تقول يا خلاص. انا في مره في واحد قال لي يعني اتناول، قلت له اه كده، قلت له اه تناول، قلت له تناول، قلت له اه ايه فيها ايه، تناول، اللي طلعت سهله قوي. هو كان عايل هم الاعتراف، مفكر ان ايه اول ما يقول الخطيه اروح جايب الشومه وكسرها على دماغه. ما تنسوش ان احنا اباء مش قضاه. عارف يعني ايه اب؟ عارف يعني ايه اب؟ اب يعني حضن. ما تخافوش.